تشهد مدينة العريش اصطفاف عدد كبير من الشاحنات التي تحمل أطنانا عديدة من هذه المساعدات، إضافة لتجهيز مطبخ دائم لتقديم عدد من الوجبات الغذائية اليومية لإرسالها للنازحين داخل قطاع غزة. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمود جميل من العريش. بعد التحية، لازالت الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة متواصلة في محافظة شمال سيناء، إذا ما كنا نتحدث عن العريش أو معبر رفح. إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة، وكما تشاهدون من خلفي حجم هذه الشاحنات المصطفة على جانبي الطريق التي تحمل عدد كبير من المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تستعد للتوجه مباشرة إلى معبر رفح لدخول هذه الشاحنات لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أسطول كبير من الشاحنات يتواجد أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، فعلى بعد أمتار من هنا يتواجد هذا المخزن وهذه الشاحنات أيضا المصطفى بعدد كبير من المساعدات والأطنان الغذائية كانت أو الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة. مجهود كبير يتم من متطوعي الهلال الأحمر في هذا المخزن لتجهيز عدد من شاحنات المساعدات، بالإضافة أيضا إلى وجود مطار العريش على يعني بعد كيلومترات من هذه المنطقة أيضا لاستقبال المساعدات الإنسانية التي تأتي من الدول المختلفة. المساعدات والدعم المصري مستمر أيضا فيما يتعلق بتجهيز مطبخ إنساني لتجهيز 30 وجبة غذائية. سيتم تجهيز هذه الوجبات يوميا بدءا من أول يوم لشهر رمضان المبارك. سيتم إرسال هذه الوجبات يوميا إلى قطاع غزة لدعم النازحين هناك في القطاع، وأيضا يعني إمدادهم بالسلات الغذائية التي تتكون من وجبة للفطار ووجبة أخرى أيضا للسحور. لم يتوقف هذا الطريق عن مرور عدد كبير من الشاحنات، سواء التي تخرج من المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري أو التي تأتي من معبر رفح بعد أن أفرغت حمولتها لتعود مرة أخرى لشحن عدد آخر من المساعدات الغذائية التي يعني لا تعد ولا تحصى من كثرة هذه الأطنان وكثرة هذه الشاحنات. يعني هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش. عودة إليكم مرة أخرى.